اليوم كم بشهر؟ الله علينا شهر ايه؟ يوم 13 بكرة 14 بكرة 13 بعد بكرة 14 صحيح الأربعاء بعد بكرة اليوم 2 بكرة 3 أسجل من الدوحة من هاي التمارين اللعب تمارين اللعب حاسمة جيدة وممتازة فيها تنويع لا مثيل له بعض الأحيان أنت تفكر بفعالية تشوفها مع لاعب كبير مع مدربين كبار إذا بيك أنت تسويها قبل هذا نسميه جلوبال عالمي ما تخص المدرب هذا فقط يعني تدرب في كل مكان على سبيل المثال أعطيك تمارين جلوبال اللي تدرب في كل مكان تمارين جميلة جدا مو جميلة بالجمال المنظر وإنما بجمالها الفني 4 ضد 4 4 ضد 4 وهنا أنا أحرار دول اللاعبين وكل حارس عنده كرة يبدي المدرب يعطي إشارة يبدي الحارس يلعب إلى أحد لاعبين نفس الشيء هذا يبدي أحد لاعبين الوسط بدأ اللعب للاعبين الوسط بدأ اللعب 6 ضد 4 يعني بدأ اللعب خلاص أحرار الآن اللعب حر يتحركون لاعبين الوسط قد يتحرك هذا لمنطقة الجناح زين قد يتحرك للنص حركة حرة قد يذهب هذا يسحب المدافع قد يأتي الدعش هنا حتى يستلم اللعب حر يصبح ما في بعد ما يعرف بتحديد اللعب ما في تحديد للعب الآن اللاعبين بدأوا أحرار وبدأ اللعب بما يعرف شوف قد يحدث هذا الشكل بدأ ما يعرف باللعب 6 ضد 4 وتكرر العملية يعني تكرر العملية على الأقل 10 محاولات ودائما الزيادة العددية علما هنا للفريقين دائما 6 ضد 4 لكل فريق أكو زيادة عددية فالتدريب متعادل ومتساوي نجعله كومبتيتف نحسب عدد الأهداف في الفترة الزمنية المقررة أو في عدد التكرارات لكل فريق لماذا؟ لأن الفريق اللي يسجل أولاً يوقف لعب الفريق بالساحة الأخرى يعني من سجل أول انتهت المحاولة إذا الأخضر سجلوا قبل الأصفر والأصفر بعتهم في حالة لعب ضد الأخضر يتوقف اللعب خلاص الأخضر سجل أخذ هدف ارجعوا مكانكم حاضرين يقول لك الأصفر إحنا بعدنا بدنا نلعب ما سجلنا إحنا نسميه هو سكور ذا فيرست جول اعطيتكم فعاليه اوراد احد الاخوان فعاليه اخرى من يسجل اول اللي يسجل اول ينهي المحاوله اي ينهي الفعاليه بالساحتين بالمنطقتين على الهدفين فهو يحصل هدف لكن ذاك الفريق لا يحصل اي هدف فالفريق الاخضر من سجل انقذ دفاعه لماذا؟ يعني توقف اللعب خلاص احفظوا تمارين دربوا انصحكم تدريب اللي نسميه تكتيكال جيم هذا تكتيكال جيم فتره صغيره يقول واحد ممكن يعني ممكن انه احنا بعد هاي الفتره ممكن انه ممكن تخرج من فمي بصعوبة ممكن أنه نلغي هاي ونلعب حر مو ممكن وإنما عين الصواب فيكون عندك تمرينين للعب على مستوى عالي أسأل الله لي ولكم الصحة والعافية أنا موفق المولى دربوا اللعب دربوا اللعب بأشكال المختلفة